بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحملة تسير عاديا، وكما لاحظتم حضور جماهيري كبير وكبير جدا. أصبح للرئيس قاعدة جماهيرية كبيرة في الجزائر، وأصبح محبوب الجزائريين كلهم، جزائريات وجزائريين. وتشوف اليوم عرس كبير في مدينة وهران، وحضور شعبي كبير داخل القاعة وخارج القاعة. والرئيس له الآن صيت عالي، وإن شاء الله يكمل ما بدأه في العودة الأولى. في العودة الثانية سيكمل الإصلاحات، ونحن كمواطنين وكأحزاب وكمنظمات جماهيرية وشعبية ندعم السيد رئيس الجمهورية لاستكمال المسار الاقتصادي الذي بدأ له. وكما لاحظتم شعار هذه الحملة جزائر من أجل جزائر منتصرة، وإن شاء الله الانتصار وفي جميع الميادين. وإن شاء الله نلتقي يوم 7 سبتمبر لنجعل من هذا التاريخ يوما وعرسا، يوما وطنيا وعرسا كبيرا، وتخرج الجزائر منتصرة بشعبها وبرئيسها، والحمد لله ورسول الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدة عبد الوهاب أمل من جبهة المستقبل وهران، نحن متشرفين اليوم بحضور السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المترشح الحر هنا عندنا في وهران، ورانا معاه من أجل الاستمرار والاستمرارية لتحقيق برنامجه اللي بداه من قبل إن شاء الله. وبإذن الله تعالى نكونوا بقوة يوم الاقتراع، ويكون الشعب قاع حاضر، شباب نساء ورجال، من أجل الجزائر موحدة ومن أجل الجزائر منتصرة بإذن الله تعالى. وشكرا والسلام عليكم. هذا الرجل بعون الله تعالى سيكون الفوز نصيبا لنا أو نصيبا له، وسنرى الجزائر إن شاء الله في رقي قادم وفي ازدهار أفضل، وستتحسن جميع أوضاع المواطنين بعون الله. لمسنا من هذا الرجل الصدق، فهو ابن إمام وهو محب للمرجعية الدينية الوطنية ورجل وطني أصيل. ولا شك أن النقائص موجودة في كل مكان، نرجو أنه ستقضى على جميع النقائص بعون الله تعالى، ويكون هذا الشعب في أريحية وفي مكان. هذا اللقاء الجهوي فيه كثير من الفضلاء والعلماء والصلحاء من أهل العلم تحت غطاء العمائم البيضاء، فنحن سند لهذا الرجل بعون الله تعالى، وقد سنجوب إن شاء الله الجزائر برمتها، سواء عن طريقنا وعن طريق محبينا لدعم هذا الرجل. وبارك الله فيكم، تحية الجزائر والمجد والخلود للشهداء الأبرار. فاطمة الزهراء أمينة وطنية مكلفة بالتضامن والأسرة في المنظمة الوطنية لأبناء الأسرة الثورية. في هذا جينا لندعو الشعب الجزائري لمساندة المترشح الحر عبد المجيد تبون، وإن شاء الله يروحوا صناديق الاقتراع بقوة يوم 7 سبتمبر. إن شاء الله يكون عرس وطني.